اغنم يتروعها. ها مبسوط ترى مروق الحين. يلا قرضنا الذبان قرض. اي والله. والله كان ذباب. اي والله. سير قادله قم صح صح رجليتك جسمي بشكل عام كانت خمول يا اخوي لا لا قم قم صح صح ويا عم الحبل الحبل ليش امبارح العسيف العسيف تعضي تاكل الدبة. قربت الدبة. فهمت؟ اي والله ما خلت ولا دبابة عندنا. فهمت؟ والله هذه بركتها على انا. هي دبانة. هي الحين عندك دبان كذا. لا لا لا. اخذها ياكل الدبان. مقروده واخبايه العاب على الحامله هاك طب سلام شو اللي عندك؟ ايه اللي عندك يا تبغى ما تبغى تبغى اذا ازين لك لا يبي لا 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 يبي لا يبي لا هذا اللي ابن ابو محمد هذوك هذوك بتقوم اول لا تشدها عاد بص هكذا انا عارف عارف حق فهيد فهيد ثقله عارف فهيد كل ما يبقى ليه؟ والله فيك كتاب الغاز عندي رايد اوف كتاب الغاز؟ ايه وين فيه؟ موجود حتى عند عينك يا يزا تعال ما حد نقدر يفوز عليه شوف يفوز عليك انت فاز حط سكر ترى جاي انا عجزك روح جيبها والله انت هي شربه وخيته بس كيف يعني؟ والله انا حقي ثقه عاد حقكم ادري عطني كوب اصب لك هاك لا اله الا الله وجل الله اقسم بالله لزين ايش قوم؟ اي هذا هذا النسكافيه وش تبي؟ انا شو اللي عندك؟ تبي مالك اللي خليك تحل الالغاز الحين وين الالغاز؟ ما جوز شرب حول من جلد من جلد عليهم قفار يا الله اوه انا بجيب دفتر الحين بجيب قلم بسجل نقاط هم ايوه اشهد انك بجيب هاي بدون سكر انا اللي عندي سكر هاي بلاك ما هو سكر الله اكبر سكر عشان الشباب الله اكبر بعد ما عليك وزنيه هذا لا والله زيد سكر واجد اشرب ذا ها اشرب ذا جاك صدى اشرب ذا كلها ثقه كمان وين ثقه عطنا من المسحوب عطنا مسحوب عندنا مسحي يلا يا ربي تعال تعال نعطيك مسحوب ايش تريد؟ اجيب الالغاز جيت جيت يا مولاي جيت اعطينا مسحوب يا عبد الرحمن ايش يقول يا المسحوب؟ ايش يقول؟ اللي يقول السلام عليكم يا اهل البيت السلام عليكم يا اهل العادي والدود لا لا بعد عليكم السلام عليكم يا اهل البيت رواقه السلام عليكم يا اهل العادي والدود السلام عليكم يا اهل البيت سلامي عليكم يا هل العايدي وسلامي عليكم يا هل البيت ورقم
متعدية. وشلو ارجعك الحادث خلنا غادي هذا شو اللي ضحك يا اخي اوكي تكفى براجل تكفى والله انا في فطرك حلو ما بدري شيء وجعلي ما إلا مني شيء حبي وديني شاح جعله قادي بيده في الضحى ما يشوف بعد عيانا ذهب يا الخوي عندي مدى عبد عجوب حلف مرة على طيب مهونة الخوي عندي مدى عبد عجوب حلف مرة على طيب مهونة محسن أيوه والبارق الليلة زمان أينما جرى الله أكبر صدوق المخا ايش ذا الزي؟ ايش ذا الزي؟ يا ذا الزي انتظرونا. ما تلك احال يا ريش العين وشوله دمره اللي يا حبيبي انكحلها هذا بالانكسار غد من طوله اسحر قلوب الاوادم وتلها هذه لا متى؟ كل ماخذ مني وغطر ماخذ مني قال ماخذ من عبد الرحمن وغطر ماخذ من حسين. وإيش عليك منه؟ ماخذ منهم إلا هم يمون عليك. ثوبي. ها؟ ثوب. لا ما هو ثوبك. ماخذ من درجة زياد. المخرج صحيح نعم. ها. لهم من؟ ثوبي. ثوبك. ثوبي أنا متى هي؟ ثوبك ذا بعد. ذا. وكيد ثوبي. إيش؟ إيه. وكيد ثوبي. قدرة الحشد يا رجال وين قلتهم؟ وين هو وين انت؟ الرجال طويل وانت كنك 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 فصه عجل وانت ايش عندنا انت وياه؟ ها؟ انت وياه ايش علوكم؟ حل الثاني ما لا هذا اوقف زين يلا يلا هد دبت يلا بسلوبي ايش تبدو؟ اسئله من جلد ونقاط من جلد عندك نقاط؟ والله اللي ما هو الله الله نقاط في الدفتر لا في الدفتر ما نبيع ما تبيها فيها جلد احنا عليك بالله لا توجه السؤال هنا وجهه هنا هو للجميع للجميع واول واحد يجاوب يحصل على الدرجة. طيب. نهاية الموضوع راح يكون فيه جلد من الأقل فالأكثر منه فاللي أكثر لأن نصل إيه. ما الشيء الذي إذا اجتمع فرق؟ ما الشيء الذي إذا اجتمع فرق؟ الماء. ليه الماء؟ ترى فيه جلد هالحين. لا مش عندك. يلا يلا. الحين تخيل جاكسين. ما الشيء الذي إذا اجتمع فرق؟ جيب الجواب لا تدري إيه؟ الغاز تدري حذف الأناء والله ما تدري وين ما الذي إذا اجتمع فرق؟ ما الشيء الذي إذا اجتمع فرق؟ فردك جماد الله تفضل مالك لو مش حالك المقص هرش هرش يا هيا عطشر يا صنيعتي عطشر يا ماشي
الا يشيل يا رجال والله ما اجيب اعرفك يا رجال يا واضح انا احط لك حبل يجي لك مقص اي سبحان الله سبحان الله وش قرب السيل من المقص ايوه هي عند الرمعه ترى اخذت لك شعيبه لا اللي ود عارف ابن حسنان العقرب الذي لا يلدغ عقرب الساعه حيك ما الشيء الذي يشبه نصف القمر تماما ليش بالضبط ليش بين نص القمر نعم نص القمر هلال راسك لا راسي بدر منارة المسجد مالك لو يشبه بالضبط منارة المسجد مالك لو اصبر يا رجال اكيد واضح يلا يشبه القمر نعم رايد اللي يشبه نص القمر وش هو اللي جعل السراج مالك لو جماد صح شمس جماد لا 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 ما هو جماد لا ما هو جماد انسان محلى عندي عندي مو بجماد ايش ايش بين نص القمر نعم الموزه مالك لو الموز يعني الموزه لا والموز ايه شفت انا خفي النجم القوس مالك لو النجم مالك لو يا اخوي مناره المسجد غصبة ايوه وتم غصبة لا لا ما بيها خنقه ما بيها غصبة نص القمر أجاوب؟ جاوب نصها الثاني اي والله الله يبا هذك رجع يا ما منذك ما القفص الذي لا يحبس فيه أحد؟ القفص الصدري الصدري اصبر قلت أنا أقول نازل بس أدي شوي هذا ما تبي كوفي لا لا هو يكرر عليها أسئلة قد يعطاه إياها لا والله لا والله عندرا يذمتكم من الذي يقرأ يقرأ بعد يقرأ معك من الذي لا ما فيه أسئلة بس من الذي لا يأكل ولا يشرب في النهار أضب لا يأكل ولا يشرب في النهار إيه لا يأكل ولا يشرب واضح وش جماد هو صح جماد لا سحاب مالك لو ما يأكل ولا يشرب في النهار ما يأكل ما يشرب في النهار إيه ولا أي شيء أبدا مالك لو الضب تأكل بالنهار أضب الشمس مالك لو إيه لا لا سطل لا ياكل ولا يشرب مالك لو الضب ما ياكل شيء ياخذ اصبع حيوان حيوان لا جماد لا البرد ما ياكل الهواء ما ياكل يشرب في النهار ما ياكل ولا يشرب بالنهار اللمبه مالك لو الكاميرا مالك لو ما ياكل ولا يشرب بالنهار النور النامس مالكم لو يلا بسجلها لاحد بسرعه النامس اصبر يا رجال سم الثوب الثوب ثوب ما ياكل يشرب بالنهار وبالليل ياكل يشرب ايوه مساك الله بالخير طيب العصفور خلاص اعطنا الاجابه ايش الاجابه الصايم اخوي وش ذي الاسئله هالقبيحه قبيح وصالح حب وياه انت اعطينا اسئله قبيحه ما انا بجاوب عليها وش صار ما الشيء الذي اوله في يدك واخره بيدي اشو اوله بيدك واخره بيدي حبل سبحه حبل سبحه اركض يا بابا اركض سؤال والجواب شلون سؤال والجواب لا ما يجيك خاتم مالك ساعه حرف الباء مالك لو جوال جوال مرمع بس مالك لو وش الشيء اللي اوله في يدي واخره في يدك نعم سبح الشيء الذي اوله في يدك واخره في يدي فلوس حرف الفاء طيب حرف الباء وين انت كنت في يدي مالك طيب الفلوس مالك لو حراك هذا الحرف اليوم صح عليك كيف ترى الحسن ما شاء الله كل رمعات صحيحه صبح ما دي برمعات يا اما انا اعلم كل في بينكم اتفاقيه قلت له رمعه لا 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 مركز قال حرف قال حرف بالحسن قلت بيدي حرف الباء قال في يدك وتلفا قال لا ما في الا حرف الباء شيء لك ويستعمله غيرك اسمه كلمه ابو جيبه اسمه ابو جيبه يا حلو كلمه الربع ترى تقدم يلا يا ابو حمد دق سلف غش عيال خلنا نعيده قبل كوب يا ابن الحلال بتصدع الحين بتموت ما الذي ينقلنا من مكان الى اخر سير 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 اصبر ما الشيء الذي ينقلنا من مكان الى اخر بدون ان يتحرك العقل طياره العقل رجل لسانك الفكر جوال تصفيق هواجيس وافكار صلاحيه كل يوم مع رمزه وش الشيء اللي عندك؟ نعم عندك شو تحلونه؟ ارد لي حل يا اخوي يبكي انت لا 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 اركض
اتفكر يا اخوي الحين ما اسمع الجواب زين. وش الشيء؟ وش الشيء اللي ينقلك من مكان الى اخر بدون ان يتحرك؟ بريد. ينقلك انت يا الادمي. انا قول الباب البث يوديك من مكان لاخر بدون ان يتحرك. وش اشيله؟ قول الباب والسناب مالك لو انستغرام ما هو من التواصل الاجتماعي كله. واتساب. يلا يقول التواصل الاجتماعي الفكر واتساب سناب. انا عشان كذا قلت مالك لو خيال مالك الا ودي اتخيل في الا لا الصوت مالك لو تفكير انا اتخيل انا ارتاح ينقل من مكان لمكان بدون ما انت تتحرك بدون ما يتحرك هو ولا انت تروح وتجي سيارة انا احركها ولا تقول ايش تدق السحاب مالك لو النوم يلا اخر سؤال بالصح خلينا نغيرها يلا الجسم مالك لو فهد مستعد فهد مستعد فهد مستعد ما قرأ شيء ما قرأ ما في شيء انت تبحث على انت ولا جو ولا رجب وقف ماني مريقي يعني ماني مريقي لا جو انا اقول لك ان فهد ما يشوف شيء يعني لا تستبعد فهد هذا ما مستبعدني السحاب مالك انا قلت السحاب ما ابو الاعمى الطريق هدمت ايه زياره تديني طريق ما ينقلني اليوم ينقل السيارة ايوه خلا لا يا رجل ما الشيء الذي يخترق الإجابة غلط ها ما الشيء الذي يخترق النور اصبر خليك قبل السؤال شنو ما هو الشيء اللي يخترق الزجاج بغير ما يتسرق عقبي ما يحسن دايس عقبي ما يحسن دايس عم اصير وراك لا لا بس قريب شو اسمه الزجاج عفاصير ايه قال الجواب جنبه عفاصير هذه الصفحة الثانية طلق الجواب الثاني بدوره يلا بدوره فهد استمع ما الشيء الذي يستحيل عليك رؤيته رغم انه امامك الظل وجه الهواء الهواء مستحيل تشوفه يعني احنا قدامك مستحيل تشوفه على يجي ولا مستحيل تشوفه طيب الهواء سراب مالك لو سراب تشوفه هو قدامك هواء عفاصي لا يا اخوي ايش قلت انا ذبح انت لا مستحيل تشوفه هو قدامك الله الله ظلك مالك ظلك تشوفه الهواء مالك لو الهواء عملك مالك لو مرمعي الله سبحانه صدقة صدقة لا ها شوف لكن قدام هوا ما تشوف بس قدام ذكرك مالك جني زيتك جني مرمع وش قلت صوتك اقول وش قال مرمع اسمي اسمي مرمع يقول اسمي يا اشطر فعلي سيتي والله سيت اسكت وش مرمع والله انك مو قريب والله انكم قريب وش قال ايش قال هيا أيّاً يعطيكم أي تلميح. سؤال ثاني. لا 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 ما ما تخلي شيء بتاكلنا. لا لا. الله لجلدكم. الظل. وش السؤال؟ ما هو الشيء الذي أمامك ولكنك لا تراه؟ الهواء. هلو في الخير. عينك. لا مالك الهواء. خشمك. دلجن. هاوش وشو ما نشوفها طيب ذكرك خلا انكم مرمى جوعك لحي ترى ما تشوف مالك المستقبل راجع المستقبل فكرك المستقبل طيب المستقبل ايش والله مرمى الا مرمى ايش قال قبل شوي ايش قال اساله ايش قلت ارسل اجيت وش مرمى ما انت غرت لك غش ايش قلت يا ولد رجلي انا اذبحك والله ما ادري ايش قال من غير يحل الكلام نسيتك قلت سيتك صيتك صيت ايش دخل في المستقبل صيت صيتك فيه اجنحه كثيره مع ذلك ما يطير اجنحه بط سحاب اجنحه واجد هلا ما تطير كثيره نعم يا ولد انت هذا شعلان اوري انت وين الجابه وش يجو فيه اجنحه كثيره بس انه ما يطير طياره وقفت ترى على النقاط يلا البط مالك لو جماد الصل جمادي دجاجة مالك لو جماد كرب 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 جماد جماد طاولة طاولة شجرة ورقة مقص شمعة شمعة شيء له أجنحة كثيرة بس ما يطير إيه هو وين طائر النورس جماد هو جماد إيه جماد شبوك الغنم الشرق. لا انا والله قد مره لا جنحان بس ما يطيق جنحان بس ما يطيق لا جنحان بس ما يطيق سبعه جواب يا فندق وش هو
الفندق. ست دقيقة. اوه هم اللي بيجيبها. هم اللي بيجيبها. هذا ما نعرف شو بس. صدق. بس انا قلت قاعد امشي احنا ما نبغى السالفة، السالفة من وين وصل. ايوه. يلا. في اي مكان يكون الصيف قبل الخريف؟ ابها. في اي مكان يكون الصيف قبل الخريف؟ الجنوب. ايش اسمه الشتاء؟ جنوب. الشتاء. جنوب. السعودية. السعودية. في السودة. ما في سعودية يقول ما في سعودية. كل مكان. وش الشيء؟ وش الشيء؟ متى يكون الصيف قبل الخريف؟ متى؟ صلالة. الصيف قبل الخريف؟ ايه. متى كيف؟ متى كيف؟ وضح شوي. يقول لك في أي مكان يكون الصيف قبل الخريف؟ الجنوب. في أمريكا الجنوبية. الولايات المتحدة تحتها. لا. إذا طلع من الخريف. لا. إذا لبست فروة. لا. إذا ظل الصيف. لا. إذا حسيت بالاستغراء. لا. إذا ودعت الحياة. إذا حسيت بالبرد. لا. وش الجماد ولا وش؟ ولا مكان؟ مكان. مكان؟ إيه. مكان. وش وش وش؟ يقول لك في أي مكان يكون الصيف قبل الخريف. يا عيال. مكيف. في المكان اللي يكون الصيف قبل الخريف. في الكرة الأرضية. ها؟ ها؟ صح. بعد شايف السؤال هذا أنا شايفكم في كل مكان. في كل مكان. والله. الصيف قبل الخريف دايم. حط حط لنا بتميم رامي. لا خليك ذكي خليك فكر فكر تعال 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 بيت 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 يلا بيت 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 ها وش هو؟ ايش اسمه؟ ثمانية لا سبعة تسعة صح وش وش؟ اي ما بتخمين وش سبعة صح كيف؟ زيادة كيف ازداد؟ سبعة سبعة لا قرب تسعة ثمانية خبي يا عمتي انا ما اتعلمك عند الله رب العالمين عندي عقل بعض الناس ما عنده عقل واحد ستة سبعة قال كله جو واحد اللي ثلاثة اربعة خمسة لا بس اخر شيء هم اسئله جاوب خلاص كذا عشان ما تاخذ السؤال ها سلام الرحمة أبوك جدها وأخوك عمها ها وشي أبوك جدها أيوة وأخوك عمها وأنت رجال أمها أبو من هي دقيقة دقيقة أرجع أبوي 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 جدها نعم وأمي عمتها لا أبوك جدها بنتي جدها صح أبو العابد يا ولد إحنا شديدين ما كملنا خلاص أمي يوم قالوا وأنت وين زوج أمها؟ زوج أمها خلاص بنتي. هي زوج أمها هي بجيبت البنت. دقيقة يمكن ما نزوج أمها. لا طقتك تذكرت. أم أخيك وأخت خالك وزوجة أبيك. عمتي 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 عمتي. عمتي. لا قال عمتي. عمتي. أمي. شاف هذي بقى. أم أخيك وأخت خالك وزوجة أبيك. إيه قمت أحدك على جرب الوحرام حيشن. ما تشتت والله انت تروح الدفتر يا 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 رجيت لبيك اقسم بالله ما شفت منها ولا جوا طالبينك ها يلا طيب من هو الذي يكتب كثيرا ولا يقرا حرفا القلم طيب انا بجاوب ليه لا لا المفروض تبقى من يمين يا لا لا كذا كذا وقبلك من اليسار اليسار قصدي ما الشيء الذي يخرج من الماء ولا يدخله مرة أخرى؟ القطن لا كيف يدخل الماء؟ الرطريب أنا بقول إيه بقول لا 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 أسبق أي شوف الجواب بيت 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 ما أول شيء يفعله المرأة عندما يستيقظ؟ يفتح يتروش 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 رياضة 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 بيت بيت يتروش غسل وجهه بيت لا لا يفتح عيونه اي اي والله والله ما يجرحني والله لا لا ليه ليه ما جيتك ليه ورني الجوال ورني وين وريك يا لا هذا ورني ذا الحين وين شوي طيب وينه بيت بيت يلا بيت هذا وشو اذا ما يستيقظ طيب وين الجوال شوف السؤال 195 شوي لو قضيت من ذول بوريك الاجابه لا لا ورني ذا لا لا فيه اجابات ما ما بيوريك اياها ما قريت اسئلتها يا ابن حلاوه حلاوه لا تروح ايه ما بصاحي لا تعال لا تعال تعال لا 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 اصبر ابد من اليسار ذا الحين تعال ابد من اليسار ابلع سعي واحد معلي منك انا انا السته انت مقتول رجال قاري الكتاب كله قاري الكتاب كله والله ما قري كمبوتر توني قري ما خليتك تجاوب ولا سؤال كمبوتر عفاصير ما الشيء الذي ياكل دائما ولا يشبع؟
نار يا يلا عطيتك نقطة يا ابن حلال. لا اسمع المقص وين يا حلال؟ حتى انا عندك ناصر عندك ثنتين حتى انا قلت ابو عندك ثنتين هذول هنا يا ابوي ناصر 10 10 واحدة ثنتين يا اخوي واحد اثنين والله ما اقدر والله اسمح لي ودي اخدمك يا ربع هدوا الحين ما عندنا شيء هدوا هدكم كلكم ترى لا والله ثاني واحد الحين انا ايش دخلني انا ما الشيء الذي عظمه فوق لحمه الكلب السلحفاة شو اسمها لا دقيقة العظمة فوق لحمة نعم الكلب مش عبقال الشيء الذي عظمة فوق لحمة تيس سلي عظمة فوق لحمة مش الحفاء لا عظمة فوق لحمة السلي ركزوا عظمة فوق الحمى إيه الكلب إن شاء لا عظمة فوق لحمة سلعب ها لا لا سوي ديما ما بس الحفاء لا تعذبوه بالضبط 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 أبدا يا سلام سلام عليك لوا اليوم قايلها معاد أنا قلنا السلحفاة قلت هنا السلحفاة الحين تغيرت بالله أنا قايل لكم اليوم أنا وش قلت اليوم وش قلت قلت وش اللي عظمه برا ولحمه جوا صح إيه ركز الله يحفظك العافية تو رجلتي وأنت خبرني كهو هي قبل شيء رد طيب هيها لا ما هي هي أصبر أصبر دقيقة وش ما الشيء الذي عظمه فوق لحمه السمك عظمه فوق لحمه اللي العظم برا واللحم هو جماد صح وش هو وش جماد لحم وعظم جماد كيف تجي جماد؟ كلب رمان وردك العلب كلب جماد كلب رمان جماد ولا حيوان؟ ما ادري لا لا تكلم يا ولد عشان نشوف نفكر الحيوان حيوان ايه جاوب يا حيوان عظمه فوق لحمه اه يا ولد بسرعه الناقه مشهور عندنا مالك لو ايه ايه بالضبط كنك من الصباح بعد اكلين هنا ما كنت جاوب جاوب بسرعه وربع ابيض قال صرفوت مش قلنا قال بيض ما سمعته انا قلت بيض حتى والله ما سمعت قال بيض قلت انا بيض لا ولد حتى انا قلت بيض اللي قالها هو ولا من يا محسن خمس خمس تقريبا اخوتنا خلاص عرفت الشخص ذا عرفت الادمي ذا